اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في حلقه جديده من العاب الصلاه. النهارده معانا الخبر اللي اسعدنا كلنا اول امبارح، كان خبر فوز التنس طاوله. فريق التنس طاوله فعلا فاز بالبطوله العربيه بعد مباراه قويه، مباراه عنيفه، مباراه صعبه جدا، بس الحمد لله قدر يحتفظ بلقب البطوله العربيه اللي السنه اللي فاتت كسبها بتونس السنه دي في المغرب. البطوله اقيمت من يوم 3 الى يوم 9 سبتمبر، وفعلا ما شاء الله الحمد لله رجالتنا كانوا في الميعاد، وفعلا في وقت كبير قوي او عصيب داخل المباراه دي بالذات لازم احكيها لكم. كابتن سيد لاشين بدا المباراه، فاز في هو بنلعب 5 جيم في اول مباراه. كابتن سيد لاشين فاز. تاني واحد محمد شومان خسر تاني لقاء من اللعيب الصيني رقم 8 على العالم، لعيب قوي جدا ومصنف على المستوى العالمي، لكن بيجي كابتن محمد البيلي بيخسر مباراه كنا حاطين حساباتنا ان احنا نقدر نكسب هذه المباراه، وهي المباراه الثالثه. النتيجه بقت 2-1، اللعيب الصيني مصنف، كابتن سيد لاشين نجمنا الكبير وكابتن فريق النادي الاهلي ما شاء الله عليه. فعلا مفيش لقب غير حاجه واحده، هو الاسطوره، اسطوره التنس طاوله المصريه. فعلا ما شاء الله عليه كابتن سيد لاشين اسطوره، قدر يكسب الصيني 3-0 في مباراه فعلا لو كل الناس قعدت تتفرج عليها وشافتها. لا كابتن سيد لاشين عصر يعني عصاره خبراته، كل حياته حطها جوه المباراه دي، اللي قدر يكسبها وقدر يفرح بيها يفرحنا ويفرح جمهور النادي الاهلي في مباراه قويه جدا. وبيجي كابتن محمد شومان في اخر شوط او اخر مباراه وبيفوز، وبنبارك ليهم كلهم، بقول لهم كنتوا رجاله فعلا، عملتوا مباراة قوية جدا وقدرتوا عند الميعاد، مع ان النادي الاهلي عمل قرار تربوي برجوع 2 لاعبين، لكن اللعيبة دي لعبت بروح النادي الاهلي، فعلا قاتلوا لغاية اخر ثانية، هي دي اللي هي بلس 90 قدروا يعملوها بقيادة الكابتن الكبير والمدير الفني الكبير كابتن اشرف عبد الفتاح. بنبارك لعبتنا كلها، كابتن سيد لاشين، كابتن محمد البيلي، كابتن محمد شومان، وكابتن شادي مجدي، فعلا بنقول لهم الف مليون مبروك رجاله، وكنتوا عند الميعاد، وان شاء الله باذن الله يعني مستنيينكم يوم الاثنين هنا في الهواء. حصل استقبال كبير جدا النهارده في مطار القاهره، لسه واصلين النهارده الساعه 6 الصبح، كنا عايزين يشرفونا لكن اعتذروا، وان شاء الله هم يوم الاثنين معانا. الف مبروك لفريق التنس طاوله، وان شاء الله يكملوا باذن الله على بطولات السيزون ده. وبنقول لكابتن سيد لاشين شكرا جزيلا جدا، كل جمهور الاهلي بيحبك كلنا بنحبك، لان فعلا رجعتنا جوه البطوله في المباراه العصيبه اللي لعبتها قدام الصيني كابتن سيد لاشين الاسطوره. خبر جميل، خبر مفرح، عبد الفضيل طه الصفقه الثامنه في فريق السله للنادي الاهلي. النهارده قدر النادي الاهلي يتعاقد مع عبد اللطيف طه لاعب نادي الجيش، مضى 4 سنوات، كان الموضوع كان شغال من بدري، لكن قدر النهارده الحمد لله ان ننهي التعاقد، وهو ثامن صفقه عندنا في النادي الاهلي السنه دي، واعتقد والله اعلم ان دي ممكن تكون اخر صفقه، لكن مش بنقول كده، بنقول ان هو صفقه مهمه جدا في النادي الاهلي، وصفقه قويه جدا، وحاجه من العيار الثقيل جدا جدا. فريق كره السله ان شاء الله باذن الله الدوري بتاعهم يبدا 3/10. كنت في حديث مع كابتن طارق الغنام مدير الفريق، بيتكلم ان الفريق بيستعد بجديه تحت قياده الكابتن اشرف توفيق وكابتن احمد الجرحي، وفعلا هم ان شاء الله باذن الله هيفرحونا، لان الموضوع فعلا صعب جدا 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 جدا، لكن كل الفرق دعمت، لكن ده يدعم بطريقه كويسه جدا، وان شاء الله باذن الله عارف ان هم رجال وابطال، وباذن الله هيفرحونا السنه دي في كره السله. هنروح لفريق كره السله للسيدات والفوز على نادي الغابه. فريق السله في منطقه القاهره بيفوز في تاني لقاء ليه النهارده بنتيجه 86-30، دي كانت تاني جوله ليه، اول جوله اتلعبت امبارح. كسبنا النادي النصر 69-6، والماتش كان بيتلعب على صاله نادي الزهور امبارح، وده كان تاني لقاء لي النهارده مع نادي الغابه بنتيجه 86-30. منطقه القاهره احنا السنه اللي فاتت ما شاء الله يعني كسبناها، وكسبنا بطولات السنه اللي فاتت، نتمنى ان نكمل السنه دي، والبطوله كاس مصر اللي خسرناها السنه اللي فاتت تحت قياده الكابتن علي هاشم تكون موجوده جوه النادي باذن الله، ولو كان في بطولات عربيه او افريقيه نتمنى التوفيق ليهم. النادي الاهلي هو حامل لقب هذه البطوله. قرعه كره السله او قرعه كاس مصر لكره السله 12 اكتوبر. اتحاد السلة بقيادة الدكتور مجدي أبو فريخة حدد يوم 12 أكتوبر قرعة لكرة السلة، القرعة الساعة 12 للرجال والساعة 1 بعديها بساعة على طول قرعة السيدات، كل نادي بيدفع 5000 جنيه عشان يخش يشتغل أو يخش يلعب في هذه البطولة، وأعتقد دي تكاليف حكام أو تكاليف الصالات اللي هي بتتلعب عليها، نتمنى التوفيق لفريقنا بإذن الله رجال وسيدات في كرة السلة.
نروح لكرة اليد، وكرة اليد هي الساحرة بالنسبة للناس اللي هي يعني مدوخة الناس بصراحة، لكن السنة دي إن شاء الله هيكونوا في الميعاد بكرة بإذن الله على صالة نادي هليوبوليس الشروق. الأهلي هيلعب تاني مباراة تحت قيادة أولا لاندجرين المدير الفني السويدي، اللي أول مباراة قدر يثبت تشكيل وقدر يعمل تشكيل كويس متوازن مع مباراة نادي الطيران. النادي الأهلي كسبها 25-17 كانت على صالة الأمير عبد الله الفيصل. خلينا نخرج تقرير عن مباراة الطيران، عن مباراة الطيران السابقة مع أولا لاند جرين وكابتن إسلام وكابتن باهر البدراوي، وترجعوا لنا مرة تانية. أول حاجة طبعا هو مبسوط من الأداء بالنسبة للشوط الأولاني، لأنه هو أحرز حوالي 17 هدف واغتنم معظم الفرص اللي جات له ودافع كويس ولعب فاست بريك. بالنسبة للشوط الثاني مش مبسوط قوي لأنه ضيع فرص كتيرة وكان في حالة يعني إيه هرجلة أو عدم انتظام في اللعب، فقدت الكثير من الفرص. اول حاجه الحمد لله على المكسب، اهم حاجه هو ده اللي احنا بنلعب عشانه. تاني حاجه الماتش كبدايه دوري ماتش كويس، بناخد المباريات تدريجيا واحده واحده بس الناس ترجع من الاصابات والفرقه تبقى تكتمل، برده المستوى هيبقى طبعا يعني هيبقى الناس المصابه هترجع، وان شاء الله يعني اللي جاي هيكون احسن من كده ان شاء الله. طبعا احنا فرقه واحده، مهما حصل لازم نبقى موجودين مع بعض. مباراه اكيد في بدايه الموسم تبقى مباراه، مهما كان قوه المباراه بتبقى مباراه مشدوده. اللعيبه كانت بتحاول ان هي تبدا الموسم بشكل كويس يخلي الفتره الجايه كلها في تحدي. احنا طلعنا من الموسم اللي فات يعتبر موسم كان سيء بالنسبه لنا، فان شاء الله بنحاول نعوض الموسم ده ونقدر نكسب اكبر عدد من البطولات ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هو حصل امبارح في اخر التمرين سبرين انكل، من الدرجه كام هنعرف ان شاء الله خلال اليومين الجايين دول، هعرف هيبقى قدام قد ايه، بس الحمد لله رب العالمين يعني الدنيا لحد دلوقتي مستقره الحمد لله. زي ما شفنا تقرير عن مباراة الطيران، لكن بتكلم عن مباراة بكرة. الطيران خلاص المباراة وعدت والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا المباراة الأولى. المباراة الثانية مباراة قوية بكرة، نادي هليوبوليس على أرضه، مباراة مش سهلة، عنده نجوم وأبطال في نادي هليوبوليس حققوا مع منتخبات مصر المركز الثالث والمركز الأول، وكلهم بيلعبوا في الفريق الأول لكرة اليد بنادي هليوبوليس بقيادة المدير الفني كابتن محمد الألفي ابن النادي الأهلي. بنقول بكرة مباراة مهمة، لازم لعبتنا تركز جدا جدا لان المباراه مش هتعدي بالسهل زي مباراه الطيران، كانت مباراه شويه سهله، لكن مباراه بكره مباراه قويه. نتمنى لهم التركيز من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، وبرده هنتابعهم ونشوف معاهم هيوصلوا لايه باذن الله. لكن فريق كره اليد فعلا شكله مختلف السنه دي مع المدير الفني السويدي اولا لاندجرين. خلينا نروح لاخر اخبارنا النهارده وفريق كره اليد سيدات. ما شاء الله عليهم السيزون اللي فات كل بطولات السيزون كامل العدد، فريق كره اليد سيدات معاه كل البطولات، وبدأ السيزون السنة دي في منطقة القاهرة. بدأ منطقة القاهرة ولعب مباراة مع نادي الزهور وكسب 35-19، دي في أول لقاء ليه، لكن في المباراة الثانية على طول وهي مع نادي هلوليدو كسب النادي الأهلي 31-8، الفارق كبير جدا في السكور. ماتش كان اتلعب امبارح على صالة نادي هلوليدو بمصر الجديدة. أعتقد إن الفوارق كبيرة وفي حاجات كتيرة عن فريق كرة اليد سيدات وبدايتهم في السيزون وازاي يقدروا كأبطال يحافظوا على هذا الأداء للسيزون الجديد، هو ده اللي ممكن نعرفه بعد التقرير اللي هنطلعه عن فريق كرة اليد سيدات ولقاء وحوار مع كابتن ياسر صلاح المدير الفني، وكمان الصفقة القوية المدوية كابتن منة الله مدحت هيكونوا معانا بعد التقرير ده. استهل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني ياسر صلاح رحلة دفاعه عن بطولاته التي حققها الموسم المنقضي بخوض بطولة منطقة القاهرة التي نجح فيها الفريق في الفوز على الزهور وهوليوليدو على الترتيب. استطاع صلاح الفوز باللقاءين بأقل مجهود إضافة إلى تجربته للعديد من اللاعبات خلال سير المباراتين،
طمعا في إكسابهن الخبرات والحساسية للقاءات. الأهلي دعم صفوفه مع بداية الموسم بضم منة الله مدحت لاعبة نادي المعاد السابقة التي يؤكد المتابعون أنها ستكون إضافة قوية لسيدات المارد الأحمر. سيدات القلعة الحمراء يأملن في تكرار إنجاز الموسم الماضي وحصد العلامة الكاملة بالتتويج بأربع بطولات، ألا وهي بطولة منطقة القاهرة، دور العمومي، كأس مصر، دور السوبر. الأهلي يتسلح بلاعباته من ذوات الخبرات، كما أن الفريق يمتلك قائمة مليئة بالنجمات والصاعدات. هو ما يستغله المدير الفني ياسر صلاح لخلق دوافع جديدة للاعباته بحثا عن المزيد من الكؤوس والألقاب. ما شفنا في التقرير عن فريق كرة اليد وبطولاته، فريق كرة اليد سيدات وبطولاته، لازم نستضيف المدير الفني الناجح كابتن ياسر صلاح، ودي بداية السنة الرابعة مع النادي الأهلي، اتنين منهم مدرب عام واتنين منهم مدير فني. السنة اللي فاتت ما شاء الله عليه قفل كل بطولات السيزون، يعني كلهم كل الكؤوس والبطولات داخل النادي الأهلي. خلينا نرحب بكابتن ياسر صلاح المدير الفني لكرة اليد سيدات. كابتن ياسر، نقول لك ألف مبروك على الموسم اللي فات، موسم معدى لكن بداية النهاردة مع موسم جديد، منورنا وشرفنا. أهلا بيك كابتن خالد. الحمد لله كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ثلاث مواسم الحمد لله ربنا كرمني بيهم. الموسم اللي فات بالذات كان موسم صعب، وإن شاء الله نبقى عند حسن ظن الجماهير والإدارة إن شاء الله. وخلينا نرحب بالصفقة، الصفقة الجميلة، الصفقة المدوية، الصفقة الكبيرة. خلينا نرحب بكابتن منة الله مدحت، صفقه من العيار الصغير في النادي الاهلي، منتقله من نادي المعادي الى نادي الاهلي. كابتن منة، منورانا ومشرفانا. ميرسي يا كابتن خالد. يعني لازم ابدا معاكي واقول لك، يعني اشمعنى اخترتي كره اليد؟ يعني لعبه عنيفه كل البنات تعرفوا من كره الطايره، لكن انت اخترتي كره اليد بالذات من نادي الشمس للمعادي للاهلي، اللفه دي وصلت النادي الاهلي انت بتحبيه. هو انا عامه كنت بدايتي كلها العاب فرديه، يعني اول لعبه طبعا سباحه. ايوه، وكنت في منتخب سباحه ما شاء الله، نادي الشمس. كل صغير يبدا سباحه على طول. بالظبط بالظبط. وبعد كده لعبت كاراتيه، وصلت الحزام الاخضر ده كده تقدري تلعبي هاند بول خالص. وبعدين كان عندي صحابي بيلعبوا هاند بول، صحابي قوي من السباحه يعني. فحسيت ان هي لعبه جماعيه، وليه ما بقاش معاهم، وحابه ان انا يعني ابقى في لعبه جماعيه يعني. بس فبدات معاهم. يعني بدايتك عشان خاطر اصحابك تبقي معاهم في وسطيهم. بالظبط. طب سؤال النهارده، اصحابك مكملين لسه هنبول؟ لا، انت اللي كملتي صح؟ انا كملت. اصل انا عملت كده بالظبط، كنت نفس الاسطمبه بتاعتي. كله اتجوز وقعد في البيت. خلاص، لكن انت اللي كملتي هنبول. يعني نورتينا وشرفتينا، ولسه هنتكلم معاكي في تفاصيل كتير. كابتن ياسر، اكيد بدايات السيزون عندك بتختلف عن المحافظه على البطولات والالقاب، اكيد بتختلف عندك، تفكيرك اختلف من السنه اللي فاتت للسنه دي، وبدايه السيزون السنه دي مش هقول بماتشات لكن فتره الاعداد. الحمد لله احنا ابتدينا من شهرين بالظبط فتره الاعداد. السنه دي بالذات هي سنه اصعب من السنه اللي فاتت، لانها اكيد انت حضرتك عارف يا كابتن خالد ان انا تعرضت للسنه اللي فاتت ضغوط عدد المباريات، فعندي اصابات كتير حصل، ومشكله من مشاكل انا السنه دي ان شاء الله بنحاول نتغلب عليها، افراد كتير. فالحمد لله انا شايف ان احنا بنستعين من فرقه 2000 و2002، ده الجديد السنه دي اللي احنا بنعمله. سن صغير
بس يمكن ابتدينا الحمد لله ان احنا ندعم من 2002 وده حصل بالفعل في ماتش امبارح. لا في النادي الاهلي عنده قاعده كويسه جدا، ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي بالبطولات. السنه دي احنا عدينا فتره اعداد كويسه، من اعداد بدني كان بدا الاول عندنا في النادي، ثم بعد كده في الجبل. فين ثم لا 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 كابتن ياسر ما تجريش بالكلام يعني ما تجريش مني كده. اعداد النادي عرفناه، ايه الجبل ده؟ احنا انا بطلع الجبل حوالي يومين في الاسبوع، من يومين لثلاث ايام في الاسبوع. ده بيدي لياقه بدنيه عاليه جدا، انت اديك كنت عارف وكنت تشتغل معانا. طبعا بس ده في الرجال، لكن السيدات كمان بقى الموضوع البدني ده مهم جدا. انا من طبيعتي انا لما باجي امرن البنات مفيش حاجه اسمها يعني في شغل البنات، لا عامل البنت هو انا نفس التمارين بتاع الولد، هتلاقي الدنيا فرق كتير قوي مع البنات. ده اللي انا ماشي بيه، لان احنا زي ما انت حضرتك عارف احنا لاعبين السنه اللي فاتت حوالي 45 مباراه، السنه دي تخيل يا كابتن خالد انا بلعب قد ايه؟ انا بلعب 55 مباراه. كم؟ السنه دي عندي 55 مباراه. ده انت عايز كل لعيب وكل نفس عايز عندي. النادي الاهلي كله يبقى بيلعب يلعب يا احمد دبور. قولي لنا منا التفاوضات حصلت ازاي بينك وبين النادي الاهلي؟ الفكره كلها ان انا كنت ماضيه موسم واحد مع نادي المعادي، وكنت حاسه ان انا خلاص مش عايزه اكمل، لان انا رحت اصلا نادي المعادي عشان كان مدربي خالد خيري هو اللي كان مدرب ساعتها هناك، وكلمني انا وبعض اللعيبه من نادي الشمس ورحنا مع بعض، وهم قرروا ان هم هيبطلوا، فانا كنت الحقيقه هبطل. كله عمال يسيبك ليه لوحدك كده؟ كل مش عارف من بدري. بس فقررت ان انا يعني خلاص يعني، ومع ان كان يعني من احلى سيزون اللي انا لعبته في الهاندبول كان السنه اللي فاتت مع المعادي، كسبتوا الاهلي. كسبنا الاهلي صح. شفتي انا فاكرك ازاي؟ كويس ده حقيقي. كويس. بس مين بدا معاك المفاوضات؟ كابتن ياسر صلاح ولا انت قلتي انا عايز العب في النادي الاهلي ولا ايه اللي حصل؟ لا لا انا لما يعني كابتن ياسر سمع ان انا خلاص هسيب النادي المعادي فكلمني وقال لي ايه رايك تبقي معايا السنه دي، وقلت له طبعا اكيد اتصرف ان انا اروح نادي الاهلي. اهلاويه انا عارف انت. اهلاويه. تمام. بس فالموضوع جه كده يعني. يعني وانت خارجه راح تعتزلي او راح تبطلي هاندبول، النادي الاهلي رجعك تاني ودخلك على جوه التراك. بالظبط. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. كابتن ياسر من شويه قلت لي كان السيزون اللي فات كان صعب، اصابات، لكن السنه دي اصابات واعتزالات. تمام. عندك اعتزال مي هشام كابتن الفريق وغاده. يعني ازاي بقى السنه دي بتواكب الامور؟ يعني السنه اللي فاتت كانت اصابات بس، السنه دي اصابات واعتزالات. تمام. السنه اللي فاتت انا طبعا طالع بالاصابات، هو اللي انا اتفاجئت بيه ان يمكن اتفاقي مع مي هشام انها تبطل في اخر السيزون قالت لي، بس انا كنت فعلا المكان ده بالذات كنت مجهز له. ربنا كرمني الحمد لله بالمكان. اتفقت بينك وبين كابتن مي هشام ان هي هتعتزل اخر السيزون ولا قررت تلعب مفاجئ منها؟ القرار طلع بصراحه مفاجئ منها في اول ما خلصنا السيزون. اول ما خلصت السيزون خبر اعتزال. خدت الخبر ده طبعا، فقلت لها مي يعني ما بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، لان انا مش عارف كلنا مين مكمل مين قاعد زي ما انت حضرتك عارف. طبعا. سيب الكلام ده لظروف تانية نبدأ نتكلم فيها. على أساس أن أنا أشوف مي إيه الأخبار، هكمل هتكلم معاها أو غيري سيان. بعد كده كلمتني مي وكانت مصممة على الاعتزال. مي هشام من اللعيبة اللي كانت كابتن فرقة طبعا. بدأت تاخد الخطوات، خلاص اتفقنا والحمد لله كان ربنا كرمني باثنين في نفس المكان، كنت بدرج لهم الماتشات على اساس ان هم يبقوا مستقبل النادي. فوجئت طبعا بغاده. تمام. ربنا يبارك لها بقى في مولود. ما شاء الله عليك. لا هوقفك عند غاده وهرجع بس هروح لمنى شويه، هوقفك عند غاده لان هنتكلم عن صفه حراس المرمى كمان بصفه خاصه جدا. ايوه. ان حراس المرمى ده حاجه مهمه جدا عندك في الهاندبول. اول يوم دخلت في النادي الاهلي
بعد ما كنت بتفكري اعتزال رجعت الملعب تاني، فدخلت نادي الاهلي اول يوم. عايز احكي معاكي اول يوم دخلت في نادي الاهلي، تفاصيل اول يوم ليجي دخول نادي الاهلي. اكيد طبعا كنت مبسوطه يعني ان انا في الكيان الكبير ده، وفي نفس الوقت كنت خايفه لان طبعا كنتش يعني خايفه ان انا مابقاش اقدم مسؤوليه. بس يعني كابتن ياسر بصراحه يعني وقف جنبي وكابتن سميره، ويعني اللي هو لا انا عايزه اتعب عشان الناس دي، عشان انا اضافه، جايه اضافه للنادي الاهلي. انت فعلا اضافه الحقيقه. بس فيا رب يعني يكون على قد المسؤوليه دي يعني. اكيد على قد المسؤوليه، واكيد الجماهير كلها اكيد هترحب بيكي في الماتشات الجايه، بس انت عارفه ما فيش جماهير في جاخر الملاعب، لكن ان شاء الله قريبا يكونوا جوه الملعب. لكن اكيد قبل ما تيجي النادي الاهلي كنت تعرفي مين في النادي الاهلي؟ كمين اصحابك قريبين قوي ليكي؟ نصر عيد، غاده، ساره حسام، كابتن غاده الحمد لله هي قعدت يعني الموضوع اكتر. ونصره برضو قاعده عشان عامله عمليه مصابه. ونصره نفس الكلام. اكيد في فرق بين النادي الاهلي وبين اللعب النادي تاني يعني. اكيد لعب النادي تاني. يعني لعبتي انت في نادي الشمس اوكي، ولعبتي في المعادي، اكيد النادي الاهلي شكله مختلف معاكي. ايه الاختلاف بين اللعب في النادي الاهلي واللعب لاي نادي تاني؟ هو كل نادي ليه يعني مدرسته كتدريب، ماتشات، معسكرات، كل حاجة مختلفة، لأن كل مدرب بيبقى ليه منهج معين. فكابتن ياسر ليه منهج، كابتن خالد ليه منهج. أنا طبعا طول ما أنا في الشمس كان مدربين عدوا عليا كتير قوي. أنا عامة بلعب هنبول من أنا 97 يعني. ما شاء الله. تمام. دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. طيب خلينا يا كابتن ياسر نروح للموضوع حراس المرمى واعتزال أو خروج حارس المرمى من عندك. كابتن غادة حسام اعتقد هي نجمه كبيره، لكن في تعويض حصل عندك اعتقد بحراس مرمى مره ثانيه. مين موجود معاك دلوقتي؟ موجود معايا دلوقتي موني طبعا، مواليد 98 كويس، وموجود معايا آية. آية من مواليد 98، وموني نفس الكلام. من اللعيبه او الحراس المرمى اللي هم هيبقى ليهم مستقبل في النادي الاهلي. موني كنا هما اثنين ولا اكتر؟ هما اثنين، وفي كانت لما برضو مواليد 98 هي رجعت السنه دي. كانت السنه اللي فاتت عشان خاطر الدراسه فما كانتش قادره توفق بين الاثنين. وبصراحه انا السنه دي يمكن كلمت مع لما، وهي ما كانتش راجعه السنه دي برضه. هو في ايه بقى يا كابتن ياسر؟ مش عايز يرجعوا ليه؟ مش عارف. تمام. بس لما بنت النادي المفروض ان هي اوكي بالظبط. هو ده اللي انا اتكلمت فيه، وقعدت تشرح لي الظروف الكليه. قلت لها طيب بس نبدا يا لما، وانت كحارس مرمى ممكن نشوف شكل ليكي في التدريب. تمام، نعوض بيه حتى الايام اللي انت ما تقدريش تيجي فيها مع الحراس، ونبدا واحده واحده. كويس. الحمد لله اقتنعت، والنهارده هي بس عندها برضو اصابه. برضو بس خلاص ان شاء الله ترجع بعد كتير قوي. هو مشكله ولا هي الاصابات؟ يقول لي بس لا لما كانت بتشتكي من ضمه من زمان. فهي كنا بنلعب مباراه مع منتخب الناشئين، ف جات لها الضمه، والحمد لله فضل الله خمس ايام او اربع ايام وترجع تاني مره تانية. مركز حراسة المرمى في الهاندبول دلوقتي بقى هو نمبر 1 طبعا، يعني معاك حارس مرمى ممكن تكسب اي بطوله. بالظبط. قولي التنافس بينهم هم الثلاثه شكله ازاي؟ التنافس السنه دي عالي كمان، لان انا السنه دي في مفاجاه برضو حطيتها معاهم. اللي انا في حارس مرمى من 2002 بيبدا يتمرن معانا، بس هم عندهم منتخب الفتره ديت، فاصبح بقى عندي اربع حراس. تنافس عالي جدا، لان كل واحد فيهم عايز يثبت وجوده ان هو يبقى نمره واحد. وطول ما في تنافس على وقفتك في الحارس، انت طبعا عارف يا كابتن خالد، بلاقي مستوى بقدر احدد فيه الدنيا رايحه على فين بالنسبه للمباريات. وانا محتاج طبعا زي ما انت عارف ان عدد المباريات كبيره، فمحتاج محتاجهم كلهم. بالظبط، فكله ان شاء الله بيلعب. مين بيختار حارس المرمى، المدير الفني ولا مدرب حراس المرمى؟ بص انا من نوعيه المدربين الفنيين. انت اللي بتختار يعني. هو بيدي رايه وفي الاخر
الراي برضو يعني ديمقراطي، فالراي ليا برضو في الاخر حسب ظروف المباراه. دي حقيقه بصراحه. اعتقد ان كابتن ياسر صلاح رد دبلوماسي على موضوع ان هو ديمقراطي، صح كده كابتن ياسر؟ تمام يا كابتن. اتوقع كده. اتوقع. شكلك ديكتاتور. اسالها يعني. اسالها مين؟ لا بلاش. اهي شفت هدلك بلاش يا كابتن ياسر. في مشكله؟ لا. قولي لي يا منى، قولي لي شغل وتدريب والتدريب في النادي الاهلي تدريب شاق جدا، لان الجماهير لا ترضى الا بالمركز الاول. بتوفقي بالاثنين ازاي؟ والله انا في شغلي مديريني مساعديني جدا لان هم اهلاويه. ديمقراطي انا برضو في الحته دي في المواعيد كمان. برضو ديمقراطي جدا. ما بتخصمش فلوس جدا. اهو بيخصم. اسمعي كلامي، انا عارف هو بيخصم فلوس. قولي لي يا منى اتفضلي. بس ف يعني مواعيد شغلي هي من 9 ل 5. بس هم بيقدروا يساعدوني يعني ان انا اشتغل من 9 ل 3 بس. شغل قاسي شويه. كويس. عشان اقدر ان انا اسيب الشغل واروح التمرين بتاعي. هسألك سؤال صريح. لما رحت نادي الاهلي مديرينك الاهلاويه الجامدين قوي دول قالوا لك ايه بصراحه؟ قالوا لي احنا الاهلي. قلت لي بيسيبوني وبتاع. لا لا بجد والله اكيد بيساعدوك كتير وحاجات كتير بتحصل. بيساعدوني طبعا، بس انا اللي تعبانه في النص بقى شويه. قولي لي لما جيت النادي الاهلي السوشيال ميديا اختلفت معاكي؟ اه طبعا. ايه اللي حصل؟ احكي لي. اول تمرين جم سجلوا معايا وانترفيو على طول وتصوير، ولقيت صورتي على الصفحه والناس كلها بتعملها شير والناس بتعمل لي منشن على الفيسبوك. فاكيد كنت مبسوطه يعني. قولي لي شعورك بقى بصراحه. لا بجد كنت مبسوطه جدا. اصحابك بقى اللي هم بطلوا قالوا لك حاجه؟ اه طبعا دخلوا عملوا لي شير ويعني قد ايه هم مبسوطين ان انا وصلت لغايه النادي الاهلي. بس وانا لسه مكمله ووصلت للنادي الاهلي يعني ده حلم. ده الحلم بالنسبه لك؟ هو حلم اي حد اكيد. اكيد حلم اي حد. كابتن ياسر، بطولات السيزون الجماهير عندنا مش بترضى ببطولات السيزون، بخلينا بصراحه عايزين دايما يطلعوا ابعد حاجه. عندنا بطولات خارجيه السنه دي ولا لسه ما فيش بطولات خارجيه؟ والله احنا كنا بنتكلم مع طبعا بشكر اداره النشاط الرياضي على راسها كابتن رؤوف، ويمكن هو سبب من الاسباب الصفقه بتاعت منا انها تخلص، لانها كانت حاجه سريه ما بيني وما بينه. والحمد لله قدر يخلصها. بالنسبه لبطولات عربيه او بطولات افريقيه، احنا بنعد كويس قوي للبطولات ديت، ونفسنا نبقى ان احنا نروح طبعا افريقيا. بس بنبتديها خطوه خطوه. يمكن كابتن رؤوف كان بيتكلم معايا لان احنا على صله دايما في المواضيع ديت البطولات العربيه، لان البنات ليها طموح، عايزه تلعب بطوله عربيه، عايزه تلعب بطوله افريقيه. اداره النادي واداره النشاط الرياضي على راسها كابتن رؤوف ما عندوش مانع ان البطوله العربيه تكون موجوده هنا في مصر. ان هو يعني احنا نشترك. يمكن كان في بطوله عربيه حضرتك عارف وانها اتلغت. دي حقيقه كانت في اسكندريه وكنت هتلعب بالظبط. هي بس المشكله ان الاتحاد العربي عندنا في كره اليد مرتبط دايما رجال وسيدات. رجال وسيدات دي بتبقى صعبه شويه يعني عكس الباسكت او الطايره. كله تمام. مفصوله. ودي بتبقى بتدي ارتاحيه كتير. انك لو حبيت تنظم الوقت والتكلفه انت عارف دلوقتي بقت عليها. توقيتات رجال وسيدات مش بيتواكبوا مع بعض. بيتواكبوا مع بعض بالظبط. فنتمنى من الاتحاد العربي ان هو يبقى ان احنا نعمل بطوله عربيه في مصر سيدات فقط لا غير. والنادي الاهلي يمكن كابتن رؤوف او اداره النادي ما عندهاش مانع انها تنظم بطوله كبيره زي ديت. تمام. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا يكون في بطوله عربيه في مصر. اما بطوله افريقيه احنا يمكن دخلنا بطوله افريقيه عملنا شكل كويس. ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا بنحاول نوقف برده الفرقه على رجليها بعد الناس كتير زي ما انت عارف انها بطلت. كلهم صغار السن. انا شايف ان الفتره اللي جايه ان اداره النادي ممكن النهارده بطوله افريقيه ان احنا نقدر ندعم نجيب محترفين من بره ما عندهمش اي مشكله كمان. هايل. فباذن الله انا شايف الاتجاه ماشي في الاتجاه ده وربنا يسهل بامر الله يا رب باذن الله. منا بطولات افريقيه اسهل ولا بطولات عربيه اسهل بالنسبه لبنات مصر بصفه عامه؟ لا العربيه. شايفاها قريبه ان احنا نقدر نعمل حاجه؟ اه طبعا قريبه جدا. ليه في فارق في فرق كرة اليد بالذات بين الأفارقة البنات والبنات يعني في فرق كبير بدنيا؟ ليه؟ بدنيا هو بيطلع الجبل هو بيطلع الجبل بس هما بدنيا جسديا كمان أقوى مننا قوي الأفارقة بالذات.
يعني احنا بنشوف احجام كبيره شويه بالظبط. فعشان كده الموضوع شايفه ان الناحيه البدنيه هي اللي فيها مشكله. اه من وجهه نظري انا يعني. لو قلت لك ككابتن كبير ولو عايزه تقولي احنا عايزين نلعب بطولات افريقيه هتوصلوا لفين فيها بصراحه من وجهه نظرك؟ لا ممكن يعني ممكن نحقق ونكسب ما ناخدهاش يعني مش قليلين يعني. مش قليلين؟ لا طبعا. كابتن ياسر الطموح دايما عند البنات طموح كويس بس احنا بنوقفهم شويه يعني مش بيوصلوا لغايه البطوله الافريقيه. يعني البطوله الافريقيه فعلا زي ما حضرتك قلت في النادي الاهلي كان المستوى مختلف تماما والبنات كانت عاليه جدا فارق هدف او اثنين هو اللي خرجنا من دخول المربع الذهبي. بالظبط. بص يا كابتن خالد احنا دلوقتي في خطوه ثابته في النادي الاهلي او في قطاع البنات في الدرجه الاولى بالذات. السن صغير يمكن البطوله الافريقيه اللي فاتت دي معظم بناتنا خدوا خبره. افريقيا النهارده معظم كل الكبار بداوا يبطلوا فاحنا بقينا الحمد لله ممكن نبقى قريبين لان منتخباتنا الناشئين في الناشئات في الناشئات في البنات ابطال افريقيا ودي نقطه مهمه والاتحاد بدا بيها دي حاجه كويسه. عشان كده بقول لحضرتك ان شاء الله البطولات الافريقيه اللي جايه النادي الاهلي هيساهم فيها لان عندنا رؤيه ان في معظم افريقيا كبار بتوعهم والخبره والناس اللي كانت بتحترف في فرنسا في ناس كتير قوي بطلت وفي ناس بتبطل يمكن السنه دي بتختلف اكيد ولاد بالظبط. فاحنا كقطاع ناشئين طالعين ببناتنا الحمد لله كويس عكسهم هم اعتمدوا فترات طويله جدا على الكبار والنهارده الكبار بيبطلوا. فقصدك ان هي فرصه مناسبه فرصه اللي مناسبه نخش اللي احنا عشان نخش نوصل للموضوع بالظبط كده. كابتن منى اكيد احتراف اللعيب في العالم ده يعني احلى حاجه عنده انت احترفت اكيد احترفتي في النادي الاهلي ممكن احترف بره مصر زي كابتن مثلا مروه عيد. هو حلم اي حد بيلعب هاندبول اكيد بس انا بالنسبه لي انا دلوقتي صعب يعني لان انا ماشي انا دلوقتي في الكيان بس في نفس الوقت كاريري وشغلي مش هيسمح لي ان انا اعمل كده او سني كمان. طب هقول لك السؤال بشكل مختلف شويه. أوكي. بنات الباسكت في مصر بيحترف كتير جدا يعني في اكتر من مثلا من 15 16 لعيبه محترفه في الدوري الامريكاني. ليه الهاندبول مش كده؟ دي بنات الهاندبول مش كده؟ وجهه نظرك ايه في الموضوع ده؟ مش عارفه بس ممكن الاتحاد بيسبورت شويه. اتحاد الباسكت بيسبورت ولا سكولرشيب اللي هم بياخدوه؟ ممكن برضه ممكن سكولرشيب اللي هم ياخدوه ده هي. ياسر ليه مش شايفين الكلام ده بره؟ عندنا يعني عندنا مروه عندنا الحياة عندنا بنتين بس. ليه ما عندناش مثلا 20 30 واحده محترفه بره مصر؟ دي غلطه اعتقد لغايه دلوقتي احنا مش قادرين نشوفها مع احترامي للناس كلها. طول ما انت ما عندكش منتخب كبير البنت النهارده زي بنات النادي الاهلي انت النهارده بتوصل تمام بتاخد بطولاتك بتاخد كل حاجه مفيش هدف تاني مفيش هدف النهارده ان البنات دي حد يشوفها. النهارده عشان تطلع عشان تحترف تمام لازم الناس دي تشاف تمام هتشافها فين؟ ما هو منتخبات مصر دي هي اللي هتطلع انت ما عندكش النهارده منتخب كبير. انت قلت من سنين اللي فاتت ان منتخب 98 وهنعمل بعد كده منتخب درجه اولى ما حصلش 2000 ما حصلش تمام. فالنهارده البنت النهارده ليها طموح اول ما هيجي لها جواز او هيجي لها خطوبه شغل هيقول لك لا خلاص انا هوجع دماغي ليه؟ تمام صح كلهم خرجوا الا ايه؟ ويمكن في نقطه مهمه جدا النادي الوحيد اللي موجود في مصر النادي الاهلي. نشكر طبعا اداره النشاط الرياضي واداره النادي على رسول طبعا كابتن محمود الخطيب ان هو يعمل عقود لكره اليد اول سنه السنه اللي فاتت يا ريت تتعمم في الانديه كلها دي هتفرق. عايز تخلي المنظومه محترفه وتخلي المنظومه فيها منتخب مصر عشان الموضوع يتشاف بشكل مختلف. بالظبط كده. اتمنى هذا الكلام من الاتحاد ان هو ينظر لها نظره جديه. يمكن انا اتكلمت في الموضوع ده قلت الكلام ده
ولسه هيبقى يعني تحت الدراسه. تحت الدراسه ما تحت الدراسه دي في مصر مطول شويه، لكن ما علينا يعني. كابتن منا، ابرز منافسين النادي الاهلي السنه دي في الدوري اللي احنا داخلينه باذن الله، من وجهه نظري يبقى الشمس وسبورتنج. الشمس وسبورتنج، شايف الموضوع الشمس وسبورتنج. طب فرقه المحلي اتفكت خلاص، اعتقد كنت تيم كويس السنه اللي فاتت. احنا كنا تيم كويس فعلا، ما اتفكتش ولا حاجه، بالعكس هم عملوا صفقات برضو، بس انا لغايه دلوقتي ما شفتش الفرقه. احنا هنلعبهم يوم الثلاثاء اللي جاي. بس يعني انا وجهه نظري هو سبورتنج والشمس. سبورتنج والشمس. كابتن ياسر، لو كابتن من قال سبورتنج والشمس، شايف اللي هم ولا شايف الدوري السنه دي بيختلف؟ السنه اللي فاتت كانوا 16 فريق اعتقد، 15 فريق بالظبط، السنه دي هم ولا 16 يا فرق؟ بس في زياده فرقه كويس. دوري السنه اللي فاتت كان ليه شكل، السنه دي بقى ليه شكل تاني. وزي ما احنا قلنا ان الانديه الثانيه عندهم قطاعات ناشئين بينافسوا، وده خلى شكل الدوري بتاعنا شكله اتغير، بقى في منافسه، ما بقاش حاجه اسمها النادي الاهلي لوحده. لا، النادي الاهلي مش لوحده، النادي الاهلي عشان الناس متعوده ان هو دايما مركز اول، فشايفين ان النادي الاهلي هو الاوحد. لا، في ماتشات بتبقى ماتشات صعبه رغم الاصابات اللي عندنا بنمر بيها. انا شايف جزيره، شايف معادي، شايف الشمس، سبورتنج، سموحه، في انديه كتير قوي بدات تخش القاعات. هسالك سؤال صعب شويه وانا اقصد السؤال، خلي بالك، الانديه في مصر او البنات الفولي، ومش بتكلم عن الاهلي، بتكلم في مصر بصفه عامه، الفولي في احتراف، في انتقالات كتيره، في فلوس بتدفع في هذا المجال. بنات السله نفس الكلام، ليه بنات الهاندبول مش دايما مش جوه الحسبه؟ ليه يعني منتخب باسكت موجود، طلع في البنات طلعوا سادس او خامس اعتقد في افريقيا، بنات الطايره اللي هو بيقولوا ان هي طلعوا سابع، بنات الطايره نفس الكلام بينافسوا على البطوله الافريقيه، بنات الهاندبول مش موجودين على الساحه دايما، ليه؟ ما دي الاتحاد النهارده لما تيجي مش كل حاجه لا، ما هو النادي الاهلي برضو النهارده انت كاتحاد زي ما بقول لحضرتك عقود الاحتراف. تمام، انت لو حطيتها النهارده في ودعمتها، هتلاقي البنت النهارده بدل ما تبطل وهي عندها 20 سنه او 18 سنه او 19 سنه، تمام، عايزه تكمل النهارده بعد ما بتاخد الخبره. تمام، يعني انا عندي مواليد 98، تمام، ما بياخد خبره سنه 2 3 4 تمام، ويبدا نقول هيلعب، الاقيه يقول لي لا انا عايز ابطل، اصل مفيش. تمام، بصراحه منا يعني انا بس هجيب لك السؤال ده من، حسيت ان انتوا مظلومين شويه؟ اه طبعا احنا صح؟ احنا يعني مظلومين كتير مش شويه. الهاندبول بصفه عامه، البنات يعني شايفين الباسكت بشكل مختلف، الفولي بشكل مختلف. ايوه، اصل انا بلعب وبنات الالعاب الفرديه وبنات الهاندبول مش انا طبعا. بلعب ومفيش هدف قدامي، طب هعمل ايه بعد كده؟ يعني طموحي فين؟ فين المنتخب؟ طموحك ان انت اكيد تلبس تيشيرت منتخب مصر، اكيد كلنا كنا هذا الطموح اكيد. بس ف تقولي ايه بصراحه شديده؟ تتمني ايه؟ بلاش تقولي بصراحه، تتمني ايه؟ يعني نفسي يهتموا بينا بس مش اكتر، يعني احنا طبعا يعني. كابتن ياسر، اكيد في جهاز معاون مع حضرتك، هو نفس الجهاز ولا غيرت جهازك السنه دي؟ هو بس اضاف عليه هو طبعا. معانا كابتن سميره مدربة احمال، كابتن اوشين. كابتن سميره انت مطلع عينيها صح؟ بصراحه بص على النهارده اللقاء صريح بيني وبينك حقيقي. كابتن سميره مطلع عينيها. كابتن اوشين معانا طبعا، اضافه قويه اضافه قويه للجهاز. معانا كابتن صلاح مدرب حراس مرمى، معانا عاطف طه طبعا مدير اداري، معانا ايه مجننك هو مفيش حد انا ما جننتوش وجنني بصراحه ومعانا طبعا كابتن محمد فهمي اداري، ومعانا كابتن محمد بعلوشه طبعا مسؤول عن طبيب هو ودكتوره رود. الجهاز الحمد لله كله متفاهم بصراحه، يعني انا بشكرهم لان هم بيستحملوني بصراحه. استحملوك كذا سنه، وبدايه السنه دي قلت لهم ايه عشان نوصل لهدف البطوله؟ نشطب بقى كل اللي فات وبعدين نبدا تاني بقى من اول وجديد ونبدا صفحه جديده. وجماعه في شروط انا بحطها في اول بدايه الموسم، سواء اهداف لازم نحققها، كل واحد عارف شغله هو بيعمل ايه بالظبط، وده اللي بينجحنا كلنا، يعني محدش بيتعدى شغل التاني خالص. فالناحيه دي الحمد لله احنا مرتاحين فيها. في جديه،
تمرين ساعتين، يعني ساعتين، هو من ساعتين لثلاثه على فكره، لان احنا بنتمرن ساعتين وبعد كده بنخش الجيم. تمام، فيبقى ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. اه، تعمل ايه في الجيم يا منى؟ قولي لي، قولي لي. في فيديو بس عايز اقولك عليه، في فيديو مهم جدا عايزين نطلعه عشان بس اوريه كابتن ياسر. ايوه قولي لي. انا بس عايزك تبصي كده. انا الحمد لله ما لحقتيش. الحمد لله ما لحقتيش. صح ياسر، ما عندكش جبل تاني ولا حاجه عايز تلحقه؟ لا احنا رايحين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. باذن الله بعد ماتش المعادي. بعد ماتش المعادي هتطلعهم جبل تاني؟ اه ان شاء الله طبعا، على طول حتى والسيزون شغال. قولي لي، قولي لي ايه الشعور اللي شفتيه دلوقتي حالا اول ما الجبل كده؟ والله ياسر واقف وكابتن سميره واقفه واللي انتوا طالعين انتوا اللي بصي بصي يا خبر. السبعه اللي موجودين في الجهاز كل واحد بيبقى واقف في حته عشان محدش يجري منك؟ مش محدش يجري مني، عايزين الناس كلها تشتغل. تشتغل؟ الجبل ده فين يا كابتن ياسر؟ الجبل فين؟ ده في طريق مصر الاسماعيليه. بعد كارفور كده بشويه، حته كده امنه كويسه. عارفها انت؟ عارفها. قدامها امن وقدامنا يعني الحمد لله بنشتغل في حته امان. بتختار المكان ده يعني بتبلغ ولا بتطلع الجبل عادي ومحدش بيتكلم معاك؟ يعني بتروح وتشتغل عادي جدا انت عارف الحته اللي انت شغال؟ طبعا ببلغ النشاط الرياضي وعلى درايه بالكلام دوت، وبنروح وزي ما بقول لحضرتك احنا بنختار وبنشوف المكان. بس اعتقد الصور دي يا كابتن ياسر يعني او اللقطات دي في اخر التدريب لانهم مش قادرين يمشوا وبيقعوا منك وحاجات كتير. والله ده كابتن خالد اللي انا شايفه ده تقريبا في النص او لا نص منك كابتن ياسر خلاص. لا ده فعلا ده في الاواخر. في الاواخر. مش فاخر قوي يعني. انا عايز اقول حاجه بقى على كابتن ياسر صراحه. احكي لك، انا لما كنا بنطلع الجبل كابتن ياسر كان طلع مره ونزل بينزل بالدقلجه، عارفه هو بقى عشان صح كده، عشان كده كابتن ياسر عنده وعقده مع الجبل فحطيتكم على الجبل ده على طول. قولي لي الحلم الجاي ايه؟ تقولي لجماهير الاهلي ايه وبعد وجودك في النادي الاهلي تقول لهم ايه وتوعديهم بايه في المرحله الجايه؟ ان انا ان شاء الله يعني زي ما قلت ان انا اكون اضافه للنادي الاهلي. احنا قلنا انت اضافه. اوكي. بس عندنا بطولات. بالظبط، وان شاء الله يعني نحقق الاربع بطولات كالعاده يعني. لان انا نفسي اصلا يعني انا من ساعه ما انا بقيت ترفع كاس عشان دايما باخدهم، باخد الكاس من بالظبط وباخد الكاس مننا على طول. فاكيد حلم يعني ان انا ارفع الكاس وعلق الاربع ميداليات. عاجبني كلامك جدا وعاجبني وحاسس ان انت عندك الهدف والطموح القوي جدا ان انت تحققي الكلام ده. طبعا اكيد. كابتن ياسر نقط ايجابيه في كابتن منى عشان تختارها تضمها للنادي الاهلي. بص منى انا اعرفها من ايام كانت في الشمس. كانت لعيبه مميزه. دماغها كويسه. بتعرف تفكر. وده شيء مطلوب. بالذات في الخط الخلفي. وكانت يعني مش عايز اقول بتتعبنا يعني شويه. تمام. بس يعني كنت عارف الملعب كابتن ياسر بصراحه؟ هو بصراحه ما فيش حد من دم النادي الاهلي كابتن خالد. لا قول الحق. تمام اقول الحق. مش عايز اتكلم بس عشان منا برضو يعني ما تتغرش علينا ولا ايه؟ مش تتغر لا. يعني عشان التمرين بكره باين الصراحه. ايوه انت عايز تروح تمرين التدريب دلوقتي يا كابتن ياسر؟ نتكلم عن بنت لسه جايه بنت الاهلي الموضوع. كان بتشتغل كويس على الفرقه وبتعرف تتحكم في المجموعه بتاعتها، فانا كنت عايز واحده زي منا. مجرد ما عرفت ان في انها بتتنقل من هنا لهنا سبتها خالص، وفي اخر لحظه يمكن لقطتها على طول، مسكت فيها وقلت لها خش على النادي على طول. لازم الحقك عشان الوقت بيجري معايا بسرعه جدا. قطاع الناشئات وحقق بطولتين من ثلاثة، من أصل ثلاثة مظبوط كده. وكمان اللي هي كانت بتلعب في الدورة اللي هي المهرجان برضو كسب أعتقد كل ماتشاته. لكن خلينا نتكلم على التعاون بينك وبين الدكتور هالة زكي في هذا القطاع. نبارك لهم أولا، لازم نبارك الدكتور هالة زكي بفوزها ببطولتين 2007 2009، خسرت 2008 لكن مش ده الهدف. هدف أكيد إن 2008 كمان في البطولة المرحلة الجاية تكسب لهم. ألف مبروك، بالتوفيق في المرحلة الجاية. كابتن ياسر، وجه التعاون بينك وبين الدكتور هالة زكي. أنا دكتورة هالة الحمد لله على طول بنكلم بعض. على طول في ورشه عمل بنشوف ازاي نعرف نشتغل لغيرنا. انا بشتغل النادي الاهلي وتعودنا على كده. ازاي نعرف نعمل 2009 و2010 و2007 كل البطولات دي احنا بنحاول ان احنا نلمهم. الحمد لله ربنا كرمنا ب 2009 و2007
و2008 حققت احسن من السنه اللي فاتت. 2010 اللي هو المهرجان، وده حاجه انا احيي الاتحاد عليها ان هو خلاها مهرجان كله كسبان، وده احسن حاجه عملها الاتحاد بصراحه، فدي ريحت النادي الاهلي وريحت الانديه كلها. يا ريت بقى كله يبقى مهرجانات عشان المشاكل بتحصل صح. عشان بتحصل فعلا مشاكل غريبه الشكل. طبعا كان احنا عرفنا ان الدكتوره هاله في اثناء البطوله انها وقعت وجالها حاله الاسعاف تمام من كتر الضغط اللي عليها، الضغط العصبي جامد، الضغط العصبي. الحمد لله انا كلمتها وكنت نفسي ابقى هناك وطمنت عليها الحمد لله، والامور كانت ماشيه. جيت انا لما وقعت بقى فهي اللي كانت بتطمن عليها الفتره اللي فاتت. منا احنا لازم سريعا جدا نقول كلام، مين دعمك في الاسره عشان توصلي اللي انت فيه النهارده؟ بابايا الله يرحمه، رحمه الله عليه. تقول ايه الاسره الكريمه بتاعتك النهارده وانت بتعرفي النادي الاهلي في اكبر نادي في مصر والشرق الاوسط وافريقيا؟ اقول لهم بجد يعني انا من غيرهم ما كنتش هوصل اللي انا فيه ده، بالذات والدتي يعني هي دايما بتدعي لي يعني، ربنا يخليها لك. واخويا كان مبسوط قوي ان انا رحت الاهلي، هو اخويا كلنا اهلاويه، بيت اهلاويه كوره كده اهلاويه هايل هايل. بس وكان نفسي ان بابا يكون موجود اكيد لانه كان هيبقى مبسوط بيا قوي. اكيد كلنا فرحانين بيك وكلنا مبسوطين بيك. ميرسي، نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا كابتن خالد. كابتن ياسر، كلمه للجماهير سريعا جدا وكلمه للاعبات في بدايه السيزون. بقول لهم خدوا بالكم ان الدوري السنه دي اصعب من السنه اللي فاتت، ولازم نبقى قد المسؤوليه. لان جمهورنا ما بيقبلش احسن يعني اول فقط، وبطمن جمهورنا ان شاء الله نحقق له الاربع بطولات ومجلس ادارتنا والنشاط الرياضي باذن الله. كابتن ياسر نورتنا وشرفتنا ودايما معانا في دايما في قناه الاهلي، وتنورنا وتشرفتنا ببطولاتك الكبيره مع فريق سيدات كره النادي الاهلي. بوجودك يا كابتن خالد، ومتشكر قوي على اللقاء الحلو ده. ربنا يكرمك كابتن منى، نورتينا وشرفتينا. دايما في البطولات باذن الله، واول ما ترفعي كاس اول صوره هتحط في النادي الاهلي هي منى. ميرسي، ربنا يخليك. فعلا مبسوط بيهم وفرحان بيهم وفرحانين بوجود منى طلال مدحت معانا في النادي الاهلي، واكيد اضافه قويه جدا. بنقول لسيدات النادي الاهلي زي ما عودتونا على البطولات استمروا على هذا، بس عايزينكم كمان ما شاء الله تخشوا على الافريقيه والعربيه، وباذن الله في المرحله الجايه تكونوا متواجدين برضو على مراكز التتويج الاولى باذن الله في الافريقيه والعربيه. في نهايه حلقتك، في نهايه الحلقه بشكركم والى اللقاء.